كريمة سكرتيرتي. أصل السكرتارية هي وجهة رجال الأعمال. صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس هي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها. إيه صباح خير حبيبي جمعة، أنت بتعمل إيه في حمامنا؟ جايب لك شغلانة سقع. زبونة كانت عندي بتقص. روح العنوان ده وأنت هتعرف كل حاجة. يلا سلام. أقعد افطر معايا حبيبي. يفطر فين؟ في زبون ضوء، امشي عنه. لازم تمشي حالا. أوكي يلا يا زبون جوه. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. محسوبك المعلم عبده اجاني صاحب مكتب حانوتي الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعايه في ايه؟ لا الدعايه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا بالذات، لان لا مؤاخذه انا شغلي كله حديث. يا ما شاء الله. شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المقابر. تهز المقابر. طيب انا بتهيألي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمده شهر بس، الميت عليه ميت مجانا. حلو. وممكن نسجل سيديهات عليها صويت. الله حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان لا مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك. بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه. لا استاذ اعمل ميزانيتك ما يهمكش حاجه. اوه افتكرت، انا عايزك تعمل لي كروته. ماشي هعمل لك كروته كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحدوه. ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه. لا لا وشك حلو عليه. اتفضل. طب يا ست اعوذ بالله. ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفانتا يا عمو؟ مال الفانتا ده شربات، تعال اشرب خد خير ان شاء الله. دول ما بيشربوش غير قهوه ساده. كنت تعملي اي حاجه سودا يا عم اجرني. خلاص يا استاذ استنى بس. خلاص حصل خير بقى. خلاص 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 ادلوقي في الحوض. خلاص راح الشربات. خلاص يا مؤاخذه دي السوى عشان الدعايه. سوي ايه الحلاوه دي؟ وانا مأخذ الفلوس دي مش المبلغ كله، دول قرشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى. ماشي يا سيدي سعيكم مشكور. رفع الله وزاد. اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يلا خش تعالى حبيب قلبي. حتى الحنوت عايز يعمل اعلان. ايه اخبار؟ امسك يا سيدي. ايه دول؟ دول 250 جنيه حساب فكره اعلان البطاطس. لا يا راجل عجبتهم؟ دي مدغدغه الدنيا يا ابني. انت ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ على خفيف كده. امسك يا سيدي ده اعلان جديد. لا لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ جل للاطفال؟ جل كيرلي، جل للاطفال الشعبيين. يا سلام. يا ابني الشعبيين ليهم منطق خاص. اولا اسم كيرلي ده ما ياكلش معاهم. احنا ممكن نغير الاسم ده ونخليه حاجه حرشه كده، عارف؟ جل 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 زحلقه. جل زحلقه بطعم الكاتشب. اعمل اللي انت عايزه. طب ماشي تمام. انا ماشي بقى. بقول لك ايه، انت رايح فين؟ انا رايح مدينه نصر. طب كويس قوي قوي، توصلني بقى معاك في سكتك. ليه انت رايح فين؟ الهرم. صباح الخير يا ادهم بيه. صباح الخير يا سامي. هاتي لك شوفات حساب البنوك كلها. ها حاضر. الو ايوه يا ملك. ايه مال موبايلك؟ طب معلش معلش ملك، فكري بقى بسرعه فيلم من افلامك لحسن باباكي طلب شوف حسابات البنك. طيب يلا يا ملك باي باي. جاهزين يا واد يا صفصه؟ جاهزين يا معلمه. طب يلا رقصنا. هوبا. خلاص حضني شك وشفتك عقلي شك، ما انت بتسي عليا الأنسة. زيزي جوه؟ الأنسة؟ اه موجودة. اتفضل. هي دي اللعبة. أنسة زيزي؟ أنسة؟ في حاجة حضرتك؟ أصل بقالي كتير ما سمعتهاش. بتضحكي الضحكة
وتطلع مين بقى بسلام؟ انا رشدي، رشدي بتاع الدعايه من طرف جمعه كوافيركي. طب تعال اقعد. تعال. ممكن بقى اعرف يا انسه مش زيزي ايه نوع السلعه اللي حضرتك عايزه تعليني عنها؟ سلعه؟ وانت شايف لي قدامك ايه؟ علبه سمنه؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسمي وشنط بلاستيك واقلام ونتايج. ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدليه؟ وانت مالك انت؟ هو انت شريكي؟ ان شاء الله تطبعي مسكيات. وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي على وجهك. ماشي. بس دي عريانه قوي. جرايه يا اخويا، هو انت شايفني قدامك مدرسه؟ بقولك ايه، انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش، شايف الاثنين اللي وراك دول؟ الحقيقه شايف حتت منهم. تخيل انت بقى يا عينيا الحتة دي ممكن تعمل فيك ايه؟ لا، في صورة عريانة اكتر من كده؟ طب جوز حضرتك موافق على الصورة دي؟ اهو جه. خبي الصورة دي، خبي الصورة دي. تعالى يا حام، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رأيك في الصورة دي؟ حلوة قوي يا حبيبتي. عجبتك؟ ده مبسوط. عندك مانع؟ لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطه زي الفل، ما عنديش اي مانع. ماشي، انا راح اخلص الشغل واجي لك على طول. وعينيا ليك. يا سلام، يا سلام عليكم. سامع محمد؟ الله على شنبك. الله، سلام عليكم. ممكن تطفي السيجاره؟ ايه دي؟ محطه بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب اقول لك ايه، لف لفه كده عقبال ما اخلصها. العربيه ما فيهاش ولا نقطه بنزين. طب خلاص، انت مزعل ليه؟ كفايه كفايه، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته. كذاب يا ساتي. احط كام؟ حط 10-80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. ال80 بيخلي العربيه تكركر. تكركر ده ايه وانا راكب جوزة؟ حط وانت ساكن. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح، مش هفتح الا لما ترجع لي الموبايل. بقول لك افتحي. ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح، مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حابسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايزه اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. يا ملك الوديعه معادها شهر 5. تكسر الوديعة قبل ما عدم يومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه ما تمشيهم فين؟ رد عليا. البورصة يا دي، البورصة يا دي، البورصة. ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي. العمر ما كسبت يوم من الاعاديم. ها؟ البورصة، البورصة دلوقتي اسعارها دم ودلوقتي الشارع. وبعدين دي فلوسي ولا امي؟ امك، امي كانت شحاتة. امك ما عرفتهاش حاجة يا اختي. انا اللي كنت مدي الفلوس لامك قبل ما تموت. ويا رب اموت انا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا اختي، يا رب تموتي وروحي في 60 داهية. يا رب، يا رب ريحني منها. يا رب ريحني منها بقى. يا رب. وادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة، ده شغل، شغل يا جهلة. انت ما روحتش؟ لا. في ايه؟ هلا؟ في ايه يا مان؟ في ايه يا بنت مالك؟ لا؟ لا؟ يا كريمة؟ كريمة بقى؟ بس كريمة؟ الله، في ايه يا بنت؟